Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Learn Quran word by word aur Abid Raja channel ki taraf se aaj main aapko Surah Zilzal padhna sikhunga. Tamam doston se guzarish hai channel ko subscribe, like, comment aur share zarur kare taaki daily video aap tak pahunch sake. To aaj ka lesson hum start karte hain Suratul Zilzal Madniya. Ye surat Madina mein nazil hui, ruku hai iska ek, ayat hain 8. To start karte hain Bismillahir Rahmanir Rahim. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْتَازِلَمْ تِلْ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا أَثْقَى قَاف زَبَرَ الْأَلِفْ قَ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا وقال الإنسان ما لها يومئذ 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 تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتل ليجو رو أعمالهم أشتاتا ليجروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى یہاں سے پھر پڑھ لیں إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم.